السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعني؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ونحن في بداية العام الثاني بفضل ومنة الله لهذا الدرس، بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني والله لك الحمد على نعمة التمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته، وأن يتم علينا نعمة الهداية، وأن يثبتنا على طريقه حتى نلقى إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإني أحبكم في الله إخواني في الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انتوا خارجين من رمضان الدنيا، بص الدنيا بايظة خالص يا اخي. بقول لك بحبك، هي بحبك يا اخي. يعني لو مش واحد داعي لله بيقول لك بحبك، لو اخت فاضلة بتقول لك بحبك، هتعمل ايه؟ بالله عليك هتقعد بالمنظر اللي انت قاعد فيه ده اهو، ولا هتعمل شقلباظات الوقت وانت قاعد كده اهو؟ فيعني اني احبكم في الله اخواني في الله، وربنا يحفظكم وربنا يديم علينا نعمه يا رب. اما بعد، ونحن في بداية هذا العام الجديد، عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى إخواني نصدق الله في هذا العام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إحنا داخلين على سنة جديدة، حددت نيتك السنة دي ولا لأ؟ حددت أنت عايز إيه في الحداشر شهر دول لحد رمضان القادم ولا لأ؟ حددت لنفسك خط سير ولا لأ؟ حددت لنفسك أهداف؟ يعني مندوب التسويق لازم يقول له، المدير بتاعه يقول له أنت ليك تارجت، أنت حددت لنفسك تارجت هذا العام ولا لأ؟ عايز تخرج بحفظ مثلا ربع القرآن، عايز تخرج بطلب علم شرعي مثلا مستوى او مستويين، عايز تخرج باذن الله بثواب التعبدية ال11 شهر تقيم عليها خطوط حمراء لا يمكن ان تتنازل عنها ابدا باذن الله انك انت تداوم عليها. عايز تخرج بايه؟ العبادة اللي نفسك ان ربنا يفتح عليك فيها السنة دي. ايه الباب من ابواب الخير اللي نفسك ان ربنا يعينك فيه السنة دي؟ ايه المعصية اللي انت عايز تتخلص منها السنة دي؟ الفترة اللي فاتت ورمضان والموسم اطول موسم عبادة في السنة في الشهور الماضية يا اخواني في الله، خرجت زايد ايه؟ وجهتك اتغيرت في ايه؟ هدفك اتغير في ايه؟ قلبك اتغير في ايه؟ احنا كنا بنقعد مع بعض قبل رمضان في هذا المجلس، قلبك الوقت متغير عن قلبك بعد رمضان ولا هو نفس القلب؟ ايمانك اتغير في ايه؟ خط سيرك في الحياة اتغير في ايه؟ صلتك بالله اتغيرت في ايه؟ اجابة دعائك بقت اسرع من قبل رمضان ولا لا؟ اجابة الدعاء في حياتك بقت اظهر من قبل رمضان ولا لا؟ الرؤى التي يوجهك الله بها، علامات معاملة الله ليك في حياتك بقت اوضح في حياتك ولا لا؟ ارتباطك بصحبة ايمانية تعبد ربنا بيها وتعبد ربنا معاها بقت اوضح واكبر في حياتك ولا لا؟ عزيمتك وقوتك الوقت وانت قاعد عندك عزيمة انك السنة دي ان شاء الله باذن الله لا يرين الله ما تصنع ولا ترين الله من نفسك كل خير. عندك عزيمة وعندك اصرار وعندك ارادة وناوي انك انت تقوم وتكمل وتواصل، وناوي انك السنة دي باذن الله تجاهد في الله حق جهاده، تجاهد في ذات الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ اخواني واحبابي في الله، احنا بادئين سنة جديدة، لو ما خدتهاش من الاول بقوة، لو ما حددتش لنفسك هدف من البداية، لو ما حددتش لنفسك خط سير وثوابت من البداية، لو ما بدأتش بداية قوية، للأسف الشديد العام هينسحب منك زي كل سنة. اللي مش هيبدأ الاستعداد لرمضان الجاي من الوقت يستبشر يا جماعة ان يعني مش هيفرق كتير في هذه السنة عن السنين اللي قبلها. اللي مش هيبدأ برنامج وخط سير من الوقت، في اخوة بدأت قيام الليل من اول ليلة بعد رمضان، وفي اخوة لم يفوتها تكبيرة احرام من اول ليلة بعد رمضان، وفي اخوة بدأت الدعوة الى الله من اول ليلة بعد رمضان، وفي اخوة بدأت حفظ القرآن فور نهاية رمضان، وفي اخوة بدأت طلب العلم، وفي اخوة بدأت في فتح من الاعمال الصالحة. فعلامة قبول العمل الصالح ان يفتح الله لك العمل الصالح بعدها. عايز تعرف انت قبلت في رمضان ولا لا؟
شوف ربنا فتح لك بعد رمضان ولا لا، شوف ابواب الطاعة يسرت ليك بعد رمضان ولا لا، شوف همتك على الطاعة واقبالك على الطاعة زاد بعد رمضان ولا لا. اخواني في الله، نحن امام قضية خطيرة وجادة ومصيرية، والذي سيستهتر بيوم واحد من عمره، بيوم واحد من عمره قد يقربه الى الله والى الفردوس خطوة، فقد استهتر بعمره كله. المستيقظ مستيقظ على طول، والنايم نايم على طول. المستيقظ عارف قيمة كل ليلة وقيمة كل يوم. مين فيكم بدأ الصيام يا جماعة؟ مين فيكم خلص الست من شوال؟ مين فيكم ما فوتش ولا اثنين وخميس من بعد العيد لحد دلوقتي في صيام في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ مين فيكم بدأ بعزيمة وهمة؟ مين فيكم بدأ ختمة جديدة بعد رمضان؟ او كمل الختمة اللي كان لسه ما كملهاش في نهاية رمضان؟ مين فيكم خرج من رمضان علاقته بالقرآن متغيرة؟ انت لازم تحاسب نفسك دلوقتي على اللي فات، لان اللي فات كان موسم ما ينفعش انك تخرج منه بدون التاجر. بعد الموسم لازم بيلم حساباته، يشوف كسب ايه، يشوف رأس ماله الجديد عشان المشروعات اللي جاية ايه. لازم نقف وقفة يا جماعة مع نفسك، وتبدأ تشوف انت ايه مشروعاتك السنة الجاية. لازم تحدد مشروعاتك، واحنا بنتكلم مع بعض باذن الله سبحانه وتعالى، او احنا بنتكلم في التوصيات في النهاية، او انت قاعد مع اخوانك في الورش باذن الله، او انت رايح تحفيظ القرآن من جديد باذن الله، وانت بتمارس انشطة الايمان، او انت بتحضر الدروس الايمانية للدعاء الى الله اللي ربنا من بيهم علينا، من بيهم علينا في هذه البلدة، وانت بتجاهد في الوصول الى الله. لازم تاخد قرارات. انا بنبهكم يا اخواني ونبهكم يا اخواتنا، اللي مش هيبدأ واللي مش هتبدأ بقمة العزيمة وقمة الجدية وقمة الصرامة وقمة الحزم هيضيع منه كتير قوي 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 قبل ما يفوق، وهينتبه. واحنا بنقول ابشروا يا جماعة، عشر ذي الحجة بعد يومين او بعد ثلاث ايام. خدوا بالكم، رمضان 30 يوم كان يحتمل الفطور، كان يحتمل انك انت تقعد يومين ثلاثة في النص مالكش نفس للطاعة وبعد كده تقوم تاني تكمل، انما 10 ذي الحجة لا تحتمل، ده هم كلهم 10 ايام من ضمنهم يوم العيد وليلة العيد اصلا. عشان كده يا اخواني في الله عايزين نقوم البدار البدار باذن الله. ربنا يسددكم وربنا يبشركم بكل خير، وربنا يعيننا على طاعته، وربنا يفتح علينا هذا العام كما فتح علينا في العام الماضي، وربنا لا يجعل اخر عهدنا بالصيام والقيام والاقبال على الله في رمضان، وربنا يجعل هذا العام عام فتح ونصر ومدد وهدى وسداد ونور وبركة وحفظ، انه ولي ذلك والقادر عليه. عشان الامل الجميل في الله ده، وعشان الفرحة بربنا اللي احنا بنبتدي بها السنة الجديدة دي باذن الله سبحانه وتعالى، وعشان الامل اللي مالي قلوبنا في الله مش في نفسنا ولا في عزائمنا، هنبدأ النهاردة باسم من اسماء الله الحسنى يا جماعة، اسم جميل قوي. هنتكلم النهاردة عن اسم من اسماء الله، اسم من اسماء مالك الملك سبحانه وتعالى. هنتكلم عن اسم هيطمعك في ربنا قوي، عن اسم هيديك امل في الحياة، عن اسم هيملأ قلبك فرحة، عن اسم لم يذكر في القرآن الا مرة واحدة فقط، فقط اسم لم يذكر في القرآن الا مرة. عشان كده معظم الاخوة والاخوات، معظم الناس غافلين عن قيمة هذا الاسم، رغم ان الامام ابو حنيفة رحمه الله يروى عنه ان الاية اللي جه فيها هذا الاسم كان يقوم الليل كله بها سنوات عديدة لا يغادرها الى غيرها. ورغم انه ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها ان الاية التي فيها هذا الاسم كانت تصلي بها، يعني احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مر على السيدة عائشة فوجدها تصلي بها اول النهار، فذهب الى السوق وقضى حوائجه ورأى ما وراءه، ثم عاد اليها بعد ساعات فوجدها لا تزال في هذه الآية التي فيها هذا الاسم. الاسم ده يا جماعة ما هوش اسم جاي من الدنيا، يعني الآية اللي ربنا ذكر فيها الاسم دي، ده كانت من جوه الجنة. الاسم ده ذكر على لسان اهل الجنة في القرآن، يعني الاسم ده جاي لنا برسالة من الجنة. هذا الاسم العظيم الذي سنتناوله الليلة بإذن الله هو اسم الله سبحانه وتعالى، ها، البر. البر، الله اكبر. انت عارف يعني ايه ربنا يسمي نفسه البر؟
يا اخوانا يا فرحتنا كعبيد لله سبحانه وتعالى ان مولانا يسمي نفسه البر. يا 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 للمنى الذي نناله لما نعرف ان ربنا يسمي نفسه البر. لما يقول لك فلان ده راجل من رجال البر، والراجل ده بيحبك، والراجل ده قرر انه يدعمك، والراجل ده قرر انه ما يسيبكش وانه يقف معاك لحد ما تقف على رجليك، راجل من رجال البر، يعني راجل غني وراجل طيب وراجل كريم وراجل معطاء. تخيل بقى ده مخلوق، امال لما الله يسمي نفسه البر سبحانه وتعالى. هنشوف الوقت معاني كتير قوي يا جماعه الاسم الله البر اللي ممكن انت لما تفكر فيه في الاول تقول يا ترى الاسم ده معناه ايه، يا ترى اعبد ربنا بيه ازاي. قال تعالى واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اهل الجنة واقفين متحيرين، محدش لاقي اجابة من كتر النعيم المهول اللي هم فيه، من كتر ده ربنا جاب اسم الله البر في سورة الطور، السورة اللي اتكلمت عن اعظم نعيم في الجنة بعد النظر لوجه الله، نعيم الحياة الاجتماعية، نعيم ان مراتك اهي واولادك هم وابوك وامك هم واصحابك هم والملائكة اهي وربنا سبحانه وتعالى، النعيم الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية ده يا جماعة امتع شيء في الوجود بعد النظر لوجه الله، سواء في الدنيا او في الجنة. فاهل الجنة لما شوفوا كل النعيم الرهيب ده، اقبل بعضهم على بعض يتساءلون ايه بسبب ايه احنا خدنا كل ده. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. في اهلنا خد بالك، يعني الاسرة كلها كانت خايفة من ربنا، يعني الاسرة كلها كانت ملتزمة، يعني الاسرة كلها كانت مشفقة من عذاب الله يوم القيامة. انا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يعني كنا قبل في اهلنا مشفقين، المفروض بقى فوقانا عذاب السموم، لا فمن الله. يعني اوعى تفتكر ان بسبب اشفاقك وبسبب عملك الصالح ربنا نجاك من النار، ده منا من ربنا افتقار رهيب وادب رهيب مع الله. ووقانا عذاب السموم، السموم الريح السامة بتاعت جهنم اللي بتخترق مسام الانسان وتسمم جسد وبدن الانسان والعياذ بالله، وتهلك الانسان والعياذ بالله. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني اسم البر ده جاي من الجنة يا جماعة، اسم البر ده لما اهل الجنة شافوا نعيم الجنة وبهروا بنعيم الجنة قالوا ربنا بر، ربنا اله بر سبحانه وتعالى. اسم البر ده لم يذكر الا مرة واحدة. هنحاول نقرب من هذا الاسم، هنحاول نشوف يعني ايه، هنحاول نشوف لما نرفع ايدينا الاسبوع ده يا جماعة ونقول يا بر يا رحيم يا بر يا رحيم، هنحاول نشوف ما معنى اسم الله البر، نستشعر في قلوبنا ايه. نبدأ مع بعض الرحلة كده مع معاني اسم الله البر. وزي ما انتم شايفين يا جماعه، يعني كل مره باجي في الدرس مثلا بنص صفحه بورقه كراسه صغيره، النهارده انا جاي لكم ثلاث صفحات فلوسكاب كل صفحه مليانه معاني اسم الله البر. فانا يعني مش عارف احنا نقدر نقول ايه بالظبط، ولكن تعالوا ندخل كده ونتوكل على الله، تعالوا ندخل في جنه في ظلال اسم الله البر، تعالوا ندخل كده في هذه الجنة الوارفة، تعالوا نحس ونشوف اهل الجنة قالوا على ربنا انه هو بر ليه لما شافوا نعيم الجنة. تعالوا نشوف هم استشعروا بر ربنا في الدنيا قبل ما يدخلوا الجنة برضو ازاي. اول معنى من معاني اسم الله البر، قالك ان البر ده يعني ركزوا معايا بقى، لان الدرس بتاع النهاردة عايز تركيز عشان هنقرب من اسم من اسماء الله الحسنى، هيعرفنا ان مفيش ولا اسم مفيش فيه معاني عظيمة، بس القضية ان احنا نبذل وسعنا في فهم اسماء الله. اول معنى يا اخوانا قالك ان البر ده عكس البحر. يعني ايه البر عكس البحر؟ قالك البحر ده متلاطم الامواج اللي السفينة بتفضل تطلع وتنزل فيه، اللي لو انت راكب اعظم سفينة في الدنيا كلها هتفضل قلقان ومضطرب وخايف ومتوتر لحد ما السفينة ترسى على الايه؟ على البر. اول ما رست على البر معناها الامان، معناها الاطمئنان، معناها خلاص الملاذ، معناها الغوث. عشان كده وخدنا كلمة البر دايما بتيجي في الامثال العامية، يقول لك يا عم ارسى على بر، يعني البر ده المرسى. يقول لك يا عم بر الامان، عايزين نوصل لبر الامان. يعني كلمة البر مرتبطة عند العوام دايما بالامان، بان الانسان خلاص نجا من مهالك
عايزين نوصل لبر الامان. يبقى كلمة البر دي دايما يا اخوانا معناها الامان. يبقى اول معنى الملاذ الغوث. عشان كده يقول لك رجل البر والاحسان. يعني رجل البر يعني ايه؟ انا مثلا جالي واحد فقير قال انا فقير واولادي الاربعة مرضى ومراتي بتموت ومش لاقيين ناكل واضطربنا في الشارع، اقوم اروح لواحد اقول له يا رجل البر يا فلان الفلاني يا رجل البر، يبقى قال لي خد له 1000 جنيه، خد له 2000 جنيه، تقول له هنديله كل شهر مثلا 500 جنيه وهكذا. يبقى طب بعد كده عايزين نبني دار ايتام، يا رجل البر خد مبلغ كذا لدار الايتام. يبقى دايما يا اخوانا الملاذ، البر من معانيه الملاذ الغوث الذي يغيثك. يبقى دايما البر ده او راجل البر ده لما يروح له واحد مسكين يديله، لما يروح له واحد يتيم يكفله، لما يروح له واحد مريض يديله ثمن الدواء، دايما هذا هو رجل البر اللي بيتسمى البر. عشان كده اخوانا اهم حبوب، اهم نوع حبوب في الدنيا ايه هو؟ اهم نوع حبوب ربنا خلقه في الدنيا ايه هو؟ من النباتات. رغيف العيش بيتصنع من ايه؟ من القمح. القمح اسمه في اللغة ايه؟ البر. اسم البر، لان بدون لغة رغيف، لان رغيف العيش ده اغاثة، لان بدون رغيف العيش ده كنت تموت. فانت متخيل الكلمة. عشان كده اول معنى نأخذه من اللغة من كلمة البر اللي بعد البحر اللي هي معنى الملاذ ومعنى الغوث. كم مرة اغاثك؟ كم مرة لذت بيه؟ كم مرة نجاك؟ كم مرة كنت هتالك؟ طب اسمع كده بقى قول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى، البر مش بر المخلوق بالمخلوق، بر الخالق بالمخلوق. ألم يجدك يتيما فآوى. قال لا ده بره يا جماعة. قال لا مش اليتيم ده الرجل البر اللي بيبره. طب شوف بقى بر الخالق سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. شوف ربنا لما يقول وكفلها زكريا، ربنا بيبر مريم هذه الطفلة المسكينة، هذه الطفلة التي لا يكفلها احد كفلها زكريا. يؤتكم كفلين من رحمته، ربنا هيتكفل بكل مشاكل حياتكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ربنا هيحمل عنك اعباء حياتك. البر بيكلمك، البر بيعرض عليك بره. انت فاهم يعني ايه؟ كنت قاعد مع بعض اخواني وبنتكلم، فواحد مننا قال انا اعرف واحد، في واحد يعني راجل من اهل البر بيطلع كل يوم صدقة 90,000 جنيه. فكل الاخوة ايه برقوا كده، هو الراجل ده اسمه ايه وساكن فين؟ ويقينا يا عم ده لو رحت له في اي يوم 90,000 جنيه كل يوم، يعني لو انا رحت له ممكن يجوزني ولا حاجة. فقلت سبحان الله، ده راجل من اهل البر، ده مخلوق ولكن مخلوق بر. اذا كان هذا بر المخلوق بالمخلوق فما بالك ببر الخالق. يعني الكلام ده يا جماعة ما يخليكش تفكر في الراجل اللي بيطلع صدقة 90,000 جنيه، يخليك قلبك يتعلق ببر الله. اذا كان ده بر المخلوق الضعيف الفقير الحقير، امال بر الله؟ امال لو ربنا برك؟ امال لو ربنا برك؟ امال يعني الجامعات الخيرية بتعمل ايه؟ بتزوج اليتيمات. يعني ربنا من بره؟ ما الجامعات الخيرية اللي هي اللي بيعملوا البر، يعني ربنا ممكن يجوزك. الجامعات الخيرية بتدي اعانة شهرية، يعني ربنا ممكن يديك فلوس ومستمرة كمان. ان احنا نعرف يعني ايه الله البر. يعني اخت يعني واحدة في القاهرة يعني مدير الجمعية خيرية كبيرة بتقول لي جالي واحد غني قال لي انا عايز اقابل الفقراء واحد واحد. فبتقول قعدنا في الاوضة بدا يدخل الفقراء واحد واحد، فبدا السؤال اللي يسأله لكل واحد نفسك في ايه؟ نفسك في ايه؟ يعني مش يقول له مثلا تاخد كم، نفسك في ايه؟ يعني تفكيره ازاي يحقق امنية كل فقير. يقينا كل فقير عنده حاجة نفسه يعملها والكفالة الشهرية ما بتغطاهاش. فبدأ يسأل كل واحد نفسك في ايه؟ فواحدة فقيرة تقول له نفسي شوربة لحمة، وواحد تاني يقول له نفسي في تلاجة، حد يقول له نفسي في انبوبة بوتاجاز. كل واحد بقى فقير على قد طلباته. نفسك في ايه؟ ده بر مخلوق يا جماعة. يعني ربنا لو برك، ربنا لو برك، تخيل لما البر يقول لك نفسك في ايه وهو اعلم من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. تخيل لما البر يحقق لك رغباتك. يا اخوانا ساعات بنسمع قصص عن بر ابن بامه او بر ابن بابوه تطير العقل. هو معقولة في انسان بيبر امه وابوه للدرجة دي؟ اذا كان ده بر مخلوق بمخلوق، امال بر الخالق بيك لو ربنا برك؟
هيبقى شكله ايه؟ ربنا يعملك ايه؟ لا يمكن يسيبك، لا يمكن يتخلى عنك، لا يمكن يتولى عنك البر سبحانه وتعالى. الدرس بتاع الليلة ما هو الا محاولة ان احنا نفهم اننا غرقى في بحار بر الله سبحانه وتعالى، اننا غرقى في بحار بر الله. عارفين الست الفقيرة اللي جوزها كان مسجون وابنها مريض وحرارته مولعة ومش عارفة تعمل ايه، والباب خبط والدكتور قال لها انا جاي اكشف على ابنك، وكشف وهي مش فاهمة فيه ايه، في الاخر بيقول لها الروشتة ما في روشتة مين، الفلوس ما طلبتش حد، يكتشفوا ان هو كان جاي لابن الجيران اللي مرض عشان الدكتور يجي ويدخل غلط عشان ابنها يتعالج. اهو ده البر يا جماعة، ان ربنا يغيثك. يبقى اول معنى للبر الملاذ الغوث. عارفين قصة ذلك الرجل اللي طلع عليه لص يريد قتله في الصحراء، فطلب منه انه يسيبه يصلي ركعتين، وقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، فاغاثه الله بملك من ملائكة السماء الرابعة. اهو ده البر يا جماعة. عشان كده لو كل واحد مننا بدأ يفتكر ربنا بره قد ايه، ربنا اغاثه قد ايه، ربنا عمل له ايه، هيفهم المعنى الاول وهو او جزء من المعنى الاول وهو الملاذ والغوث. طيب المعنى التاني، المعنى التاني من معاني اسم الله البر، وده معنى برضو هناخده من نفس المعنى اللغة يا اخوانا، وهو صاحب الاحسان الذي بلا حدود. خدوا بالكم احنا نقول دلوقتي اربع معاني للاحسان، بل خمس معاني للاحسان. صاحب الاحسان الذي بلا حدود، المعنى الثاني صاحب الاحسان البالغ العظيم، هو في فرق في فرق. المعنى الثالث صاحب الاحسان المنهمر المتوالي. المعنى الرابع صاحب الاحسان الخالص الكامل. المعنى الخامس الذي لا يقطع الاحسان بالعصيان، الذي لا يقطع الاحسان بالعصيان. عشان كده لما تيجي تقول يا بر يا بر، يعني الواحد بيستشعر في قلبه كده، لو انا بكلم واحد من رجال البر، لو انا بكلم، انتوا متخيلين احسان ربنا؟ معنى انك انت لما تشوف بر اهل الدنيا ببعض، وبعد كده تتخيل بقى امار بر الله بينا شكله ايه. انا قعدت اتخيل كده يا جماعه، ماذا لو غاب البر من الدنيا ده ايه؟ يعني تخيل كده مثلا الدعم الحكومي لما اتقال انه هيتشال جزء منه عن التموين الشهري، شوف الشعب غضبان قد ايه. ليه؟ ده بس هيتشال جزء منه عن التموين الشهري، ده الدعم الحكومي ده جزء من بر الحكومه بالفقراء، جزء. فتخيل بقى لو الدعم اتشال عن كل السلع اللي في الدنيا، مفيش حاجه اسمها دعم، والجمعيات الخيريه اللي هم بتوع البر اتلغت، الجمعيات الخيريه من على وجه الارض كلها. تخيل بتكفل 20% من الشعب المصري الجمعيات الخيريه، وتخيل كل رجال البر والناس بتوع البر ما عادش ولا واحد منهم بيدي اي حاجه المسكين، متخيل ساعتها ممكن يحصل ايه في الدنيا؟ طب اذا كان بر المخلوق لو اتشال يحصل هذه الازمات، امال بر الله لو اتشال يحصل ايه؟ امال لو ربنا رفع بره عن الخلق يحصل ايه؟ المعنى الثاني الاحسان الذي لا حدود له. طب جابوا المعنى ده منين في اللغة؟ قالك ان كلمة البر اصلا مش اي ارض يتسمى بر. طب ازاي؟ قالك ان البر ده هو الارض التي تمتد بلا حدود. يعني اول ما تنزل من على البحر كده تلاقي الارض مدى البصر. قال لا، يعني معنى كده انك انت لو رسيت بالسفينة على جزيرة، الجزيرة مش اسمها بر. ليه؟ لان الجزيرة صغيرة، انما البر الارض الممتدة بلا حدود. فقال لك كذلك بر الله العطاء الذي بلا حدود، العطاء الذي بلا حدود. طب يعني ايه العطاء الذي بلا حدود يا اخوانا؟ يعني انت دلوقتي لما بتقول اهدنا الصراط المستقيم، وانت شاب غير ملتزم وممكن تكون بتقع في الكبائر والفواحش، بتقول اهدنا الصراط المستقيم. طب لما دخلت والتزمت بتقول اهدنا الصراط المستقيم. طب لما بقيت شيخ او عالم من علماء الامة بتقول اهدنا الصراط المستقيم. طب لو نبي بيقول اهدنا الصراط المستقيم، طب لاخر يوم في حياتك يعني ايه اهدنا اهدنا اهدنا؟ طب ربنا هداك واستجاب لك في صلاة الضهر وفتح عليك في حفظ القرآن، بتقف في صلاة العصر وتقول اهدنا، طب ليه كمان يا رب؟ كمان يعني اهو ده بقى الاحسان الذي بلا حدود، كمان يا رب؟ يعني اهدنا دي في كل صلاة معناها كمان، اللي هي كلمة سيدنا ايوب لما امطرت عليه السماء جراد من ذهب فاخذ يجمع الذهب، فربنا قال له اما كنت اغنيتك عن هذا؟ قال ومن يشبع من فضلك يا رب. اهي دي كمان يا رب؟
اللي يعرف ان احسان ربنا بلا حدود هيدعي ربنا بلا حدود. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف في الصلاة يدعي، يركع يدعي، يسجد يدعي، يقف يقعد في التحيات يدعي، يخلص الصلاة يدعي. ليه؟ لان ربنا اعطاه بلا حدود. يبقى انا كمان هطلب، مفيش حاجة اسمها يا رب انا عايز كذا خد، وكمان يا رب كذا خد، وكمان كذا. لا بقى ما تبقاش طماع، لا مفيش دي مع ربنا. ربنا يا جماعة يفرح كلما طلبت منه سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفذ. عشان كده في الجنة يوم ايه بقى اللي اسمه يوم المزيد؟ يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة اللي اسمه يوم المزيد؟ يعني كل جمعة نعيم الجنة كله بيتجدد وبيزاد عليه أصناف لم تكن موجودة في الجنة من قبل، ولم تخطر على بال أهل الجنة من قبل، ولم يتخيلها أهل الجنة من قبل، ولم يسمع عنها أهل الجنة من قبل. فسمي يوم الجمعة في الجنة، كل جمعة في الجنة اسمها يوم المزيد. ليه؟ لأنه يوم يزاد فيه نعيم الجنة فوق كل تصور وكل تخيل. يعني إذن عطاء بلا حدود، عطاء بلا حدود. يبقى انت في الدنيا. عشان كده نرجع بقى للآية اللي احنا قلناها في الاول، نقف معاها كده. انا كنا من قبل ايه؟ ندعوه. ندعوه ده مضارع مستمر، يعني ما كناش بنبطل دعاء للنهار. طب ندعوه بايه؟ ربنا ما قالش ندعوه بايه. ليه؟ كنا بندعوه بكل شيء، دنيا ودين واخرة، ما كناش بنبطل دعاء للنهار. وربنا قال انا كنا من قبل ندعوه. انه هو ليه؟ هو البر. يعني من معاني البر الذي لا يسقط لك دعوة، اللي بيبر دعائك. والمعنى ده احنا هناخده الوقت يا جماعة. يبقى اذا انك انت تفهم كمان يا رب، دي سياسة المؤمن في معاملته مع ربنا. كمان ما بشبعش من فضلك لا في الدين ولا في الدنيا يا رب، ما بشبعش من عطائك يا رب، ما بشبعش من كرمك يا رب. يبقى ذو الاحسان الذي لا حدود له. يبقى ده المعنى التاني من معاني البر. عشان كده يا جماعة يعني معنى الاحسان في اسم الله البر معنى كبير قوي. يبقى لما ترفع ايدك تقول يا بر، يعني يا محسن، يا رفيق، يا ودود، يا طيب، يا معطي، يا وهاب، يا كريم يا رب. وانت بتقول يا بر، انا عايز نخرج الليلة يا اخوانا. اهم حاجة، اهم من انك انت تحفظ معاني اسم الله البر، اهم حاجة انك تخرج عارف لما هترفع ايدك وتقول يا بر قلبك هيحصل فيه ايه. انك انت امتى ترفع ايدك وتقول يا بر يا رحيم، دي اهم حاجة. يبقى المعنى التالت ذو الاحسان الخالص الكامل. يعني ايه؟ هو اخوانا الحج المبرور اتسمى مبرور ليه؟ قال لك لان ما فيش فيه ولا غلطة، لا رفس ولا جدال ولا فسوق. امال بر الوالدين اتسمى بر الوالدين ليه؟ قال لك لان ما فيش فيه لا كلمة اوف ولا ضيق ولا تشويحة بايد ولا رزعة باب وراك وانت نازل ولا بصة عين وحشة ولا كلمة تضايقهم. قال لك هو ده البر. عشان كده ما تسماش طاعة الوالدين اتسمى بر، يعني خير خالص. قال لك طب الابرار اتسموا الابرار ليه؟ قال لك عكس الفجار. طب ايه الفجار دول؟ قال لك من التفجر، اللي هو متفجر ناحية المعصية فلا يوجد في قلبه ذرة خير تمنعه عن الكبائر والفواحش. فالابرار العكس الذي ليس في قلبه ذرة شر واحدة، فهو منطلق في العمل الصالح ليل نهار، ما بيعملش حاجة وحشة. يبقى اذا معنى البر اصلا يا جماعة كمال النقاء والخلوص. فالبر ذو الاحسان الخالص الكامل، يعني بتعبير كده، بتعبير صاحب تاج العروس، خير الدنيا والاخرة، اللي يديك كل حاجة، اللي انت وانت معاه تفوز بكل حاجة. يعني ايه؟ يعني القادر انه يديك كل حاجة. طب انا دلوقتي انت بتقول ان البر الاحسان الخالص، طب انا مش عايش في احسان خالص ولا حاجة، انا عندي مشاكل. ومين قالك ان المشاكل دي مش من بر ربنا بيك؟ تخيل لو طفل يتيم ابوه مات، والطفل ده جه مرة معدي جنب فكهاني ونفسه في فاكهة، فقام مدد ايده يسرق حتة فاكهة، جاره شافه، فجاره قام واقف معاه وأدبه وبين له ان هو شافه، وبدأ يتابعه وبدأ يهذبه وبدأ ياخد باله منه في نجاحه في الدين والدنيا. فهذا الطفل كبر وبقى راجل ناجح في حياته. الطفل ده لما بقى راجل كل ما هيجي يذكر امامه جاره هيقول ايه؟ لولا هذا الرجل كان ضاع مستقبلي. يبقى اذا الراجل ده اللي عمله معاه كان بر بيه ولا ما كانش بر بيه؟ كان بر بيه.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ابو بكر الصديق طلع كل ماله اول مره ربنا رجع له فلوسه، لما ابو بكر طلع ماله كله تاني مره ربنا رجع له فلوسه، لما ابو بكر طلع ماله اخر مره ربنا ما رجعلوش فلوسه. ليه؟ هو ربنا مش قادر؟ ربنا قادر. امال ايه؟ لا، اصل ربنا بيطهرك، اصل البر بيخليك من الابرار. اصل لو كان كل ما تطلع تجيلك الفلوس يبقى ساعتها خلاص بقى انت قعدت بتطلع عشان يجيلك، انما ان ربنا ينقي قلبك يطهر قلبك. عشان كده اخوانا اقل مشكلة في القلب يا جماعة بتعمل مشاكل كبيرة يوم القيامة. يعني فيما يروى في غزوة موتى لما جعفر بن ابي طالب قتل وزيد بن حارثة قتل، يروى ان ابن رواحة رضي الله عنه لما جه ياخد رايه اتردد لحظة، فيروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رأيت في سريره زرارا في الجنة، يعني في مرتبة اقل من مرتبة زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب. ده تردد لحظة يا جماعة، ده تردد لحظة. يبقى اذا اقل مشكلة في قلبك ممكن تفرق معاك فرق كبير في المقامات العليا بقى لو انت بتنافس. يعني زي الاوائل كده، انت لو انت طالب مثلا منشن على جيد جدا، انت عندك 10% كاملين انت بتلعب فيهم، هتجيب 75% جيد جدا، هتجيب 84.9% جيد جدا، انما انت منشن على انك تطلع من العشرة الاوائل، لا، ده يعني ربع درجة تفرق معاك في الترتيب انك تخرج منه كله. يبقى اذا يا اخواني في الله قضية ان البر بيربيك، ان البر يربيك ويطهرك لتكون من الابرار في الاخرة. المعنى يعني الرابع من اسم الله البر، ولكن هنا برضو في معنى عايزين نقف معاه يا جماعة بمناسبة كلمة ان البر بيطهرك دي، لان اسم الله البر ده فاصل ما بين المسلمين والنصارى. الاسم ده فاصل ما بين الديانة الاسلامية والديانة النصرانية. ازاي؟ اسم الله البر ده، اسم الله البر يا جماعة، انتوا عارفين يعني ايه الابرار؟ انتوا عارفين يعني ايه انسان بار؟ عارفين يعني ايه الابرار؟ قالك الابرار دول الاطهار. يعني ايه الاطهار؟ قالك الذين يلقون الله وليس عليهم خطيئة. يعني البر ده الذي من البشر بقى مش الله، الذي يلقى الله وليس عليه خطيئة. طب ايه القيمة يعني؟ القيمة، القيمة ان الجنة ما بيدخلهاش غير الابرار، فانت لازم تطهر قبل ان تدخل الجنة. فلو الانسان كان عليه ذنوب وامراض قلبية ربنا يطهرها بمصائب الدنيا، طب ما كفتش يطهرها بتشديد الم الموت، ما كفتش يطهرها بعذاب القبر، ما كفتش يطهرها باهوال القيامة، ما كفتش يدخل النار لحد ما يتطهر، عشان ما حدش بيدخل الجنة الا الابرار. طب اللي من وهو الدنيا صار بلا خطيئة، اللي من وهو في الدنيا صار من الابرار، عشان كده توفنا مع الابرار، صار الابرار. ده ما يدخلش القبر، ده يدخل الجنة من قبل ان تقوم القيامة، فروح وريحان وجنة نعيم. فاول قيمة للابرار انهم يلحقون بملك السماء قبل ان تقوم القيامة، لانه من الابرار. هو يدخل القبر هو ليه؟ هو صار من الابرار بلا خطيئة وبلا شهوة وبلا شبه. طب القضية التانية في الابرار، القضية التانية في الابرار ان سبب عقوبات الدنيا كلها المعاصي، فلما انسان يمشي على الارض بلا خطيئة بتنهمر عليه وتتوالى عليه عطاءات البر سبحانه وتعالى واحسان البر، فبيعيش حياة مليانة عطاءات رهيبة، بيعيش في بر الله بقى سبحانه وتعالى. عشان كده مقام البر ده اصحاب النبي كانوا هيموتوا عليه، عشان كده مقام البر ده كل الاديان هتموت عليه، مش بس المسلمين، كل الاديان هتموت عليه. طيب من اجل هذا بقى شوف الاسلام الفرق بينه وبين النصرانية في التعامل مع اسم الله البر. خدوا بالكم ان النصارى عندهم برضو ان ربنا بار، بس مش بر به ره، لا، بر به الف ره. الفرق بين بر وبر ايه؟ البر هو الطاهر داخليا، طهارة الذات، انما البار طهارة الافعال. يقولك فلان بار بامه وابيه، عشان كده اسمهم ابرار. امال الملائكة؟ لا، اسمهم برر بقى، برر جمع بر، لان في طهارة ذاتية. فبرضو النصارى معرفوش يجيبوا اللفظ قوي، ولكن هو عندهم انه ربنا بار برضو. ولكن الفرق بين الاسلام والنصرانية ايه؟ ان الاسلام قالك يعني ايه البر؟ قالك يعني المطهر المصلح، وده معنى هو خامس او سادس في اسم الله البر، يعني اللي يخليك من الابرار، اللي يطهرك، اللي يجعلك تسير على الارض بلا خطيئة، الذي يطهر قلبك ويصلحه من الشهوات والشبهات. طيب الاسلام قالك عشان تتطهر محتاج ايه؟ قالك ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ايه؟
من آمن بالله يعني جاهد من أجل تحصيل الإيمان عشان تبقى من الأبرار. عشان كده الأثر بتاع سلمان: من أصلح جوانيته، من أصلح جوانيته أصلح الله برانيته. يعني اللي هيصلح نفسه من جوه ربنا هيصلح له حاله من بره. يبقى إذن الإسلام قال لك ابذل مجهود عشان تبقى من الأبرار، ابذل ولكن البر من اتقى، ابعد عن المعاصي عشان تبقى من الأبرار. الإسلام قال لك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش هتبقى من الأبرار. إلا الجنة مش بركعتين، الجنة مش رخيصة، حتى تنفقوا مما تحبون، لحد ما تؤثر ما يحب الله على ما تحب أنت. يبقى إذا حتى تنفقوا ما تحبون مما تحبون معناه إن الجنة مش بركعتين والجنة مش رخيصة، الجنة سلعة غالية، سلعة الله غالية. لن تنالوا البر يعني إيه؟ يعني لن تنالوا الجنة. لن تنالوا البر يعني إيه؟ يعني لن تنالوا إحسان الله المنهمر في الدنيا والآخرة. لن تنالوا البر يعني إيه؟ يعني لن تنالوا خير الدنيا والآخرة. لن تنالوا البر يعني إيه؟ يعني لن تنالوا مقام الأبرار الأطهار عند الله. فربنا بيقول إن الوصول للبر مش سهل، محتاج مجاهدة، ولكن لو جاهدت هتوصل. النصارى قال لك إيه؟ النصارى قال لك لا، قال لك ربنا بار، وبر يعني يقدر يطهر عباده، ولكن كل البني آدمين والعياذ بالله في نجاسة ولا يستحقون إلا الطرد أو الموت. البني آدم إنسان نجس قذر حقير لا يستحق إلا الطرد أو الموت، ده كلام النصارى. طب ليه؟ قال لك بسبب معصية سيدنا آدم. طب وأنا مالي؟ قال لك لا مش حاجة اسمها أنت مالك، كل البني آدمين مجموعة من النجاسات مجتمعة مع بعض، مجموعة من الهلكة، ولا يستحقون أي شيء بسبب خطية آدم. طب وأنا مالي؟ مفيش حاجة اسمها أنا مالي. طب الحل إيه؟ الحل أعبده؟ والله لو عبدت من هنا للقرن الجاي. طب أجيب كل شعب الإيمان؟ لو قعدت تجيب كل شعب الإيمان للنهار ألف سنة أنت نجس برضه ولا تستحق إلا طب أعمل إيه؟ مفيش فايدة. طب الحل إيه؟ مفيش غير حل واحد. إيه هو؟ أن تؤمن بدم المسيح بس، إن ربنا اتصلب عشان الخطايا تكفر. طب ليه؟ طب لو واحد آمن بهذا الأمر وفضل يزني ويسرق، لا خلاص برضه طاهر. قال لا، ولو واحد ما آمنش بهذا الأمر وفضل يعبد ربنا للنهار، لا ده نجس يستحق الطرد أو الموت. ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام العجيب؟ ما هذا الدين العجيب؟ يبقى شوفوا أخوانا اسم الله البر ده بيقول لك الإسلام سهل قد إيه؟ الإسلام جميل قد إيه؟ ربنا بر يعني ربنا بيطهرك، ربنا بيجعلك من الأبرار، ربنا نزل العبادات عشان كده، ونزل القرآن عشان كده، وفتح لك باب الدعاء عشان كده، بل قد يبتليك في الدنيا عشان يخليك تمشي على الأرض بلا خطيئة وتبقى من الأبرار. يبقى ده من معاني اسم الله البر المطهر المصلح، وهو اسم يفرحك بالإسلام ويفرحك بيسر الإسلام مش بالعند بتاع الأديان الأخرى. من معاني اسم الله البر، من معاني اسم الله البر الإحسان البالغ، صاحب الإحسان البالغ. يعني ايه صاحب الإحسان البالغ؟ يعني مش اللي لما يديك يديك اي حاجة، لا 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 لا, لا خالص. طب جابوها منين؟ ما هو الوقت اهل الجنة لما شافوا نعيم الجنة المذهل قالك انه هو البر، لما شاف نعيم الجنة الباهر. يبقى اذا البر ده هو العطاء البالغ العظيم. عشان كده لما ربنا اتكلم عن بر الوالدين قال ايه؟ ها اما يبلغن ايه؟ ها عندك، اما يبلغن ايه؟ عندك، يعني معناها في بيتك، مش امك وابوك يترموا لوحدهم لما يكبروا، في بيتك. اما زي ما استحملوك وانت صغير تستحملهم وانت كبير وانت فرحان كمان وانت بتحبهم بصدق كمان. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا كلمة تخرج من لسانك غلط، ولا تنهرهما النهر، كلمة بس، كلمة تأذي نفسيتهم، وقل لهما قولا كريما، قول خالص من اي شائبة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اتذل وعيش مكسور تحت رجليهم، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرة. يبقى البر ده يا اخوانا مش اي حاجة، البر ده الاحسان البالغ، الاحسان الكبير اللي يديك وانت لا يمكن اسباب الدنيا كانت تديك هذا الامر، وانت لا يمكن اسباب الدنيا كانت تحصلك هذا الامر. يعني الواحد فاكر سبحان الله اول مرة الواحد حج فيها، وكنت داخل درس زي ده كده ولكن في مسجد السلام، اول مرة الواحد حج ورايح يعني ممكن يعني ايه
يعني انت بعتش فلوس تعمل حاجة، يعني يا دوبك على قد تكاليف الحياة الاساسية، وداخل المسجد كده ولقيت واحد بيجري ساكن قدام مسجد السلام بيجري وداخل معايا، فيعني فبيقول لي استنى بس عايز اقول لك حاجة. فانا طبعا يعني ايه ما بحبش قبل الدرس ان حد يكلمني اصلا، فيعني فمش عارف اكلمه واحرج منه. فبقول له في قال انا شفت رؤية ان انا وانت واقفين على باب الحرم والناس واقفة والعساكر منعين الدخول، وبعد كده اتأذن لنا وانت قمنا داخلين الحرم. الكلام ده كان قبل يعني كان ايام الحج بقى، والراديو شغال لبيك اللهم لبيك وخلاص بقى. فدخلت اصلي السنة وقعدت ابكي. حج مين هو يعني انت ممكن يكون اصلا مادياتك ما تكفيش ان انت تركب لحد القاهرة، مش ان انت تركب لحد السعودية، وكمان حج وكمان تأشيرة حج وكمان اقامة في منى ومزدلفة وعرفات وكمان. سبحان الله العظيم الدرس خلص، والوقت واحد جاي بيقول لي احد اخواننا يعني واحد يعني كان اول مرة اعرفه وقتها، قال انا معايا 3 تأشيرات حج ومش عارف اودهم فين. 3 تأشيرات 3 تأشيرات يعني. فقال لي اوديهم فين تاخدهم؟ انا مش قادر اتخيل اللي كان جاي يزورني يوميا الشيخ امين الانصاري جاي يزورني كده، انا جاي من مصر يزورني في الدرس كده، واحد اخواننا كده ربنا يحفظه. يعني كانت رزقنا احنا الثلاثه بعد حوالي 72 ساعه كنت في السعوديه، او بعد حوالي 48 ساعه كنت في السعوديه. كيف هذا اخواننا؟ اما ربنا يديك وانت ما عندكش اسباب اصلا، ربنا قادر انه يبرك، ربنا قادر انه يحل كل مشاكلك، ربنا لو من عليك ببر لفتح لك كل ابواب بر وكل ابواب رحمته. يبقى معنى الاحسان البالغ الاحسان العظيم، في معنى تاني الاحسان المتوالي المنهمر. يعني يا اخوانا انا ممكن اديك 100,000 جنيه ولكن مرة واحدة، ولكن المتوالي ده اللي هو ما بيقفش. طب جت منين؟ من بر الوالدين. هو الابن لما بيبر امه بيعمل لها حاجة حلوة بس، ولا الصبح حاجة وبالليل حاجة وتاني يوم حاجة وعلى طول لازم البر يكون في استمرار. فالاحسان المتوالي المنهمر. لا انسى ابدا واحد كان نصراني واسلم، والراجل ده عمل حادثة خطيرة، والراجل ده يعني كان مشاكله كتير، يعني كان مشاكله مع الناس كتير، فالناس رمته في قرية بعيدة عن المنصورة شوية كده في اوضة لوحده، الدنيا حر نار عليه محدش بيعبره، والصديد تجمع في جسده. والراجل ده يعني اول مرة زرته فيها انا فاكر الراجل ده كان بيموت ومرمي رمية يعني صعب قوي، ومراته طبعا واولاده كانوا غير مسلمين فسابوه ورموه، والناس كمان تشككت فيه فكل الناس سابته، ما كانش معاه فلوس يدفع ايجار. المهم الراجل ده كان حالة مرضية يعني صعبة جدا. الراجل ده فعلا مات بعدها يعني يمكن شهور قليلة جدا بسبب الصديد اللي كان في جسمه ده والحادثة اللي كان عملها. المهم فروحت انا وبعض اخواني جمعنا له فلوس، جبنا له مروحة، بعض اخواننا جدعان كده قاموا رايحين دخلنا عليه قلنا له دي مروحة ايه؟ هدية ليك. انا حد جاب لي مروحة والفلوس دي ليك، والادوية اللي انت عايزها ايه ليك. واصحابي قاموا حموه ونظفوه. الراجل انا فاكر الراجل يا جماعة لقى خد وخد وخد وخد، انا فاكر انطباع الراجل فجأة لقيته اتفطر في العياط. اتفطر في العياط ليه؟ هو قاعد يفكر انا مفيش حد عمل معاه كده قبل كده في الدنيا. يعني اخواننا اللي كانوا راحوا له جزاهم الله خيرا يعني كانوا خيرين وكان معاهم فلوس شويه، فيعني زي ما تقول عوضوه، فقاعدين يقولوا خد المروحه وخد الفلوس وخد الدواء وهنديك كذا وخد الاكل ده وتعالى نقوم نحميك وتعالى اما نقوم ننضف لك المكان اللي انت فيه وشوف انت كنت عايز تعمل مشوار ايه نعمله لك. فالراجل انفطر في العقليه لانه وجد بعض الاخوه قاعده تدي له احسان وراء احسان وراء احسان. فالاحسان المنهمر بيكسر القلب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايقظوا صاحب الحجرات ماذا انزل الليلة من الخزائن. كل ليلة بينزل عطاءات شكلها ايه؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال عن يمين الله سحاء الليل والنهار. الخير نازل من يمين ربنا فيضانات ليل نهار بلا توقف سحاء الليل والنهار. يبقى لحد دلوقتي قلنا في معاني اسم الله البر الملاذ والغوث من كلمة البر والبحر، وقلنا صاحب الاحسان الذي لا حدود له، قلنا زي ما البر لا حدود له، وقلنا صاحب الاحسان البالغ العظيم، وقلنا صاحب الاحسان المتوالي المنهمر، وقلنا المصلح المطهر الذي يتجلى على عباده ببره فيجعلهم من الابرار الاطهار الذين يلقون الله بلا خطيئة وبلا شهوة وبلا شبهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لكم ايه، احنا في اول السنة الجديدة،
هتبدأوها كده من الأول. هندخل في اسم الله ذو انتقام، وبصوا يعني من أولها كده خلينا ماشيين في أسماء الجمال قبل أن ندخل في أسماء الجلال. خلينا ناس طيبين كده، يعني ما مش هنصحى من أسماء الجمال والعطاء والود انتوا أحرار. يعني أنا كنت ناوي الأسبوع الجاي بإذن الله أن نتحدث عن اسم الله القريب، ولكن الوقت لسه أكتر من نص اسم الله البر يا جماعة. فهل يعني انتوا شايفين ان احنا نعيش مع اسم الله البر ونعيش مع معانيه اكتر ونستجلي معانيه، لان لسه في معاني في غايه الاهميه في اسم الله البر، ولسه ما اتكلمناش عن الايه اصلا ان كنا من قبل ان هو البر الرحيم اللي خلى اهل الجنه يعني ينطقوا باسم الله البر من داخل الجنه. فانتوا شايفين ان احنا يعني نستأنف من المره الجايه باذن الله سبحانه وتعالى اسم الله القريب، ولا شايفين ان احنا نتوقف مع اسم الله البر مره تانية ونكمل من باب الديمقراطيه؟ ها؟ ولا نخلص وخلاص؟ ولا نكمل؟ طيب انتوا ناس طيبين والله وغلابة، انتوا ناس لقطة. طيب بصوا يا اخواني في الله، هو يعني المشكلة معايا دلوقتي يعني هو في وقت ممكن نتكلم فيه، بس المشكلة دلوقتي ان في قضايا مهمة محتاجين ان احنا نقف معاها الوقت يا جماعة. احنا دلوقتي في اول درس في السنة الجديدة، اول درس في السنة الجديدة يعني كوية الترز للبنطلون اللي المكواجي هيفضل يكوى عليها طول حياته. يعني فاحنا دلوقتي محتاجين ان احنا نبدأ السيستم اللي هنمشي عليه طول السنة باذن الله من الاول، بحيث ان شاء الله باذن الله المرة الجاية لما يبدأ بقى الايه يعني بعض الناس اللي اصابهم ما اصاب الناس بعد رمضان، فطور ما بعد رمضان، لما يبدأ الموضوع يكتمل تاني باذن الله، يبقى احنا من اولها اسسنا النظام بتاعنا. لان السنة دي ان شاء الله يا اخوانا ورانا خطة كبيرة، وباذن الله نية الواحد لله ان دايما ما بين العيد الصغير والعيد الكبير بتبقى فترة فطور عند كل الناس. فالواحد نيته لله ان الشهرين دول باذن الله نجيب فيهم اخرنا في الجهد باذن الله، وخصوصا ان يعني اعظم موسم عبادة ثوابه اعلى من العشر اخر من رمضان على قول جمهور العلماء، اللي هو عشر ذي الحجة جاي بعد حوالي 45 يوم. يبقى اذا عايزين نستيقظ. القضية يا اخوانا الاولى ان يعني في ناس بتخرج من رمضان اول ما بتقع في اول معصية بعد رمضان بتحبط، والشيطان بيجيبها لمس كتاب ويقول لك مفيش فايدة. يعني احنا فينا ناس قاعدة دلوقتي انا عارف ان نفسيته محطمة بسبب المعصية اللي وقع فيها في العيد، او اللي وقع فيها بعد العيد، او المعصية الفلانية اللي وقع فيها ممكن النهاردة قبل ما يجي. يا جماعة المعصية سنة من سنن الله على البشر، مش معنى انك وقعت او انت وقعت في معصية ان انت تتحطم نفسيتك. يا اخوانا عايزين نفسيات عاقلة، عايزين نفسيات مرنة، عايزين نفسيات فاهمة يا اخوانا. يعني خط الواتس بتاع افتح لي قلبك، خط الدين ديليفري اللي هو بتاع افتح لي قلبك، ساعات بيجي للواحد مشاكل الواحد بيبقى اتجنن. يعني لما يعني كان مين اللي بعت، مين اخت بعته، يعني كنت النهاردة برد على المشكلة بتاعتها الصبح، يعني بتقول لك انا عايز البس النقاب، لابس اخبار وبتحفظ قرآن وبتحضر دروس وبتطلب علم وناجحة جدا في 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 دينها، ولكن يعني هي مبتلاة باهل محولين حياتها نار جحيم بسبب قضية لبس النقاب وهي مختمرة. طب انت دلوقتي عاجزة ان انت تؤدي هذه العبادة وتتقربي الى الله بهذه العبادة، ما تحطميش حياتك بقى قضية الملتزم اللي بيقفل دماغه على باب معين من ابواب الدين. لو فشل في انه يعمله يتحطم نفسيا. يا بنت ما انت هتضيعي كل حاجة كده. انا عارف انها عبادة عظيمة، وعارف انك نفسك تبقي مع امهات المؤمنين في الجنة، بس انت كده هتنتكسي اصلا. يعني لا هتحصلي ده ولا هتحصلي ده. يا اخوانا عايزين ملتزمين مخهم مرن، مش الاخ يجيله فطور اسبوع بعد رمضان انا ضايع. أنا يا ابني فطور بعد رمضان ده ظاهرة بشرية عادية. يا اخوانا انت لو خارج من الامتحانات بتاعت اخر السنة في الكلية وبقالك شهرين ظهرك مقطوم على الكتاب، وجيت اول يوم بعد الامتحانات قلت لك خد الكتاب ده ذاكر، حطيت تذاكر، شيء طبيعي يا اخوانا انك كنت جايب اخرك في رمضان بعد رمضان يا اخي عندك فطور شوية اسبوع ولا حاجة. الاخ يتحطم، هو انت عايز نفسك ايه مكنة يعني ما بتقفش؟ يا اخوانا عايزين عقلانية. فطور ما بعد رمضان ظاهرة طبيعية، اول معصية بعد رمضان ظاهرة طبيعية. زائد النقطة التانية بقى ان في اخ العكس بقى، يعني في واحد يعني ايه يزعل من فطور يومين وواحد تاني يسيب نفسه لحد ما يبرد خالص بعد رمضان.
اوعى تسيب نفسك تبرد بعد رمضان. طب اعمل ايه؟ حط لنفسك خطوط حمراء. اللي بدأ ختمة من اللي قاعدين قدامي يرفع ايده، اللي بدأ ختمة من بعد رمضان او مكمل او كمل في الختمة اللي كان ما كملهاش في رمضان يرفع ايده. ها بقول لك يرفع ايده. الله يا عم، اللي بدأ ختمة يرفع ايده. هم دول يا اخوانا اللي بدأوا ختمة مننا؟ نص اللي قاعدين هم اللي بدأوا ختمة؟ يعني طب طب ده ينفع يا اخوانا؟ اللي بدأ اللي ما فوتش اتنين وخميس من بعد رمضان يرفع ايده. لا ده احنا الوقت بقينا اقل من الخمس كمان. طب اللي صام الست ايام يرفع ايده. طب ها يعني يعني احنا يعني ما انا بقول لك اوعى تسيب نفسك تبرد بعد رمضان. طيب احنا من رمضان لحد دلوقتي حوالي 12 ليله، اللي قام ست ليالي يعني نص الليالي اللي بعد رمضان يرفع ايده، اللي قام الليل فيهم. طيب ماذا نفعل بقى احنا دلوقتي؟ يعني احنا نعمل ايه دلوقتي يا اخوانا؟ عايزين نبدا ده احنا بعد رمضان، خد بالك ده دلوقتي بعد رمضان مش في نص السنه. انا دلوقتي بعد الشحنه الكبيره، يعني المفروض يومين ثلاثه كده نفسيتك ايه تهدى كده، الفطور الطبيعي اللي بيحصل، وبعد كده تقوم تنطلق تاني بقى وتكمل تاني. فلما يبقى ده حلنا بعد رمضان ينفع يا اخوانا؟ عايزين خطوط حمراء. النهارده لما هنقعد في الورش الرجاليه والورش النسائيه تحت باذن الله سبحانه وتعالى، عايزين كل قائد ورشه وكل قائده ورشه يتناقش مع المجموعة بتاعته في مسألة في مسألة جدول الثبات بتاع بعد رمضان. ازاي تكبيرة الاحرام تبقى نقطة في جدول الثبات؟ ازاي ورد القيام يبقى نقطة؟ ولو هتقوم الليل تحدد هتقوم امتى وهتقوم قد ايه؟ بعد العشاء مثلا نص ساعة، خلاص يبقى كده اتعرفت. ورد القرآن ازاي نحدد؟ كل واحد يحدد لنفسه ورد. ورد الدعاء، ورد الصيام، لازم تخرج بثوابت. ما ينفعش ما يبقاش في حياتك خطوط حمراء. يبقى اذا يعني دي قضية مهمة جدا. طيب احنا عايزين الكلام العملي بقى. كلام العمل يا جماعة، يعني انا لم اكن اتخيل يوم ما بدأنا قضية الورش في هذا الدرس ان الورش هتبقى بهذه البركة. يعني بفضل ومنة الله انا شفت ثمرة الورش في الاعتكاف اللي كنا معتكفينه في مسجد نور الدين. شفت بفضل ومنة الله شباب، يعني اللهم لك الحمد، الواحد كان يعني في غاية السعادة ان دي ثمرة للورش. شفت ثمرة الورش في بعض الاعمال اللي احنا عملناها الايام اللي فاتت، يعني مثلا حفلة شوي، مثلا رحلة، عملنا حاجات. طبعا اللي قاعد وصلنا في الدرس الوقت وما هوش مشترك في الورش هو ما يعرفش اي حاجة من اللي احنا عملناها، صح ولا لا؟ لان هو مش متواصل. انا يوم ما بدأنا الورش قلت لكم يا اخوانا الورش هتخلي فيه تواصل بيني وبينك بره الدرس. الورش هتخليني اعرف مستواك، اقدر ان نبقى جنب بعض باذن الله واحنا في الطريق لله. قلت لك ان الورش ده جسر تواصل بيننا في الحياة، وصحبة هتعبد ربنا معاها، وهتطلب علم معاها، وهتحفظ قرآن معاها، وهتدعو الى الله معاها. قلت لكم يا اخوانا الورش ده مشروع. يعني انا يعني لم اكن مؤمنا يعني بقضية هذه الورش مثلما رأيت ثمراتها بفضل ومنة الله في الاعتكاف وبعد رمضان وفي الاعمال اللي احنا عملناها بعد كده. لما لقيت بفضل ومنة الله فعلا في ثمرة جميلة بتطلع، وفي ناس الواحد بيسعد قلبيا لما بيشوفهم وبيتنبأ لهم ان شاء الله بمستقبل طيب جدا باذن الله في خدمة دين ربنا او في طاعة ربنا، يعني يعني كما يفتح الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا اخوانا عايزين نبدأ الورش السنة دي بكل جدية، بكل جدية. وعايزين نفهم ان السنة دي في برنامج للورش غير السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت عبارة عن اعمال اجتماعية مع بعض، حب مع بعض، يعني نتقابل مع بعض نجيب حاجة ساعة يعني. انما السنة دي الموضوع هيكبر ان شاء الله، هنتقابل ونجيب بيتزا. يعني بعض اخواننا ان شاء الله ناوي على بيتزاية، والبعض ان شاء الله ناوي على سندوتشات فول من البغل، والبعض مش بقول لكم الموضوع هيكبر السنة دي. الموضوع هيكبر جدا السنة دي ان شاء الله، واحتمال تشوفوا في الورش ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، واحتمال ان انتوا تشوفوا بر الله بقى علينا في هذه الورش الايمانية ان شاء الله باذن الله. ويعني هتشوفوا حلويات وهتشوفوا حاجة جميلة ان شاء الله. الورش السنة دي ان شاء الله هيبقى لها منهج، هيبقى لها منهج علمي علمي، بحيث ان اللي هيقعد في الورشة لو عايز يتعلم في فرصة انه يطلب علم بصورة هادية جميلة. الورش من خلالها هنرتبط بمشروع تحفيظ القرآن تاني، المحطات السبع لحفظ القرآن. فاكرين المشروع ده اللي كان مشترك فيه قبل رمضان يرفع ايده كده؟ مشروع المحطات السبعة. معقولة يا اخوانا؟ يعني كل دول
ما كانوش مشتركين في المشروع. طب اللي جه معانا الافطار اللي احنا عملناه امبارح في مشروع المحطات السبع يرفع ايده. يعني انتوا يعني انا مصدوم والله يا اخواني. يعني كل دول مش مشتركين في تحفيظ القرآن معانا؟ امال الناس اللي بتيجي ديت مين؟ امال الناس اللي كانت مقدمة قبل رمضان دول مين؟ انتوا هتخلوا الواحد يراجع نفسه في ال يعني يروح يدور الناس دي جايه منين بقى ويشوف الناس دي جايه منين. يعني ان شاء الله باذن الله يا اخواني من اول النهارده هترجع الورش الرجاليه والنسائيه. وبالنسبه للورش النسائيه في ورشه جديده يعني زوجاتنا بقى ان شاء الله هيبقوا موجودين فيها بحيث ان يبقى في تنويع كمان في مبدا الورش. والورش النسائيه كمان لسه لها تطوير كمان الاسبوع الجاي باذن الله. فالورش النسائيه هتزيد ورشه الليله ان شاء الله، ورشه ام زياد، ورشه ام كريم، وفي ورشه بقى ام فارس كمان الليله ان شاء الله. يعني هتزيد، ولسه المره الجايه ان شاء الله كمان هتزيد اكتر باذن الله. الورش الرجاليه زي ما هي، ولكن من خلال الورش الرجاليه هنبدا نتقابل مع بعض ان شاء الله باذن الله. يعني تبقى حياه. انا قلت لكم ان الورش دي فكرتها حياه، ان الدين ما يبقاش درس ساعه في الاسبوع، ان الدين يبقى 168 ساعه في الاسبوع. من خلال الورش نتدرب على الدعوه الى الله، تتدربوا على الدعوه مع بعض. من خلال الورش المره دي ان شاء الله هنزور الملاجئ والمستشفيات، هيبقى في اعمال خيريه. من خلال الورش باذن الله سبحانه وتعالى هنطلب علم وهنحفظ قران. من خلال الورش باذن الله هنروح مقابر وهنروح تدبر. من خلال الورش باذن الله المبدا اللي احنا قعدنا ناسس فيه سنه كامله السنه اللي فاتت، ان يا اخوانا اقبل قائد الورشه بتاعك، اقبل المربي اللي هيجي يقعد معاك، اقبل المعلم اللي هيجي معاك عشان تنمو. اللي قابله فعلا شفنا الثمره بتاعته، اللي قابل شفنا الثمره الحقيقيه بتاعتهم، اللي قابل ترتيب الدين الحقيقي والنمو التدريجي في الدين ان شاء الله باذن الله. يعني الورش اسبوع ورا اسبوع هنشوف تطورات فيها، وهيبقى ليها برنامج جدي باذن الله، وبرضو حاجات اجتماعيه، بحيث ان احنا باذن الله سبحانه وتعالى فعلا يا اخوانا عايزين السنه دي بقى نتبنى. يعني انا نفسي الدرس ده ان شاء الله باذن الله على اخر السنه يشيل نفسه. عارف يعني ايه يشيل نفسه؟ يعني يطلع دعاه. يعني نفس الدرس ده يطلع الاخوة والاخوات اللي هيمسكوا دور القرآن في المنصورة والتحفظات والدعوة والانتشار وسط الشباب، واللي هيدوا دروس، واللي هيكفلوا اليتامى، واللي هيشتغلوا في الجمعيات الخيرية. انا نفسي يا اخوانا كل واحد منكم مشروع كنز، مشروع راجل، وكل اخت من اخواتنا مشروع بطلة من بطلات الدين. انا نفسي بقى الدرس ده يطلع ثمرة للواقع باذن الله سبحانه وتعالى. فالسنة دي هيبقى في برنامج مكثف. يعلم الله، يعلم الله احنا بنبذل مجهود عشانكم قد ايه. وانا بقول احنا مش بقول انا، لان الدرس ده ما هوش مجهود فرد، الدرس ده فريق. يعني كل من فيه يتفانى يتفانى عشان كل واحد هنا وكل واحدة هنا فعلا يتربم، وفعلا كلنا نوصل لربنا مع بعض. يعني يعلم الله احنا بنسهر عشانكم قد ايه، بنتعب عشان نمهد لكم هذه الاشياء قد ايه، بنفكر لمستقبلك ومستقبلك قد ايه. فساعدونا يا جماعه، نمد ايدينا لبعض باذن الله سبحانه وتعالى. وسواء شفت في الورش حلويات وحاجه ساقعه او ما لقيتش، ان شاء الله باذن الله. مين ناوي يقعد في الورش النهارده؟ يرفع ايده. يا نهار اخضر، مين ناوي يقعد في الورش؟ ايه ده؟ تلتين الناس بس اللي مش رافع ايده. ده مش رافع ايده ليه؟ طب نزلوا ايدكم كده. الراجل اللي مش ناوي يقعد في الورش النهارده يوريني نفسه يرفع ايده. ده بيرفعوا ايديهم. ده احنا اتعودنا على بعض قوي يا رجاله. لا الموضوع ده مش هينفع. يعني طب بصوا بقى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنتعامل، هنعمل لكم يعني قوه خاصه ورا تتعامل مع اللي ناوي يخرج من المسجد او اللي ناويه تخرج من المسجد يعني باذن الله. يعني طبعا الورش دي مش حاجه الزاميه، ولكن فعلا لمصلحتك في علاقتك بربنا والله هتلاقي جنه الاخوه في الله باذن الله، وهتلاقي واقع جميل تتطور في دين ربنا بيه، بدل ما تفضل متذبذب واصحابي بيفتنوني والبنت رجعت تكلمني تاني ودخلت على النت لقيت نفسي اتسحبت على موقع بدل ما تفضل دي مشاكلك اطلع بقى، في صحبه بتمدلك ايديها اطلع بقى، اطلع باذن الله. يبقى اذا الورش الرجاليه تبدا والورش النسائيه تحت باذن الله سبحانه وتعالى مع زياده الورشه اللي قلنا عليها باذن الله، ورشه ام فارس باذن الله. ورش النت يعني ستستمر كما هي ان شاء الله باذن الله بعد الدرس.
يعني هتبقى لسه في الحب والتعارف والتواصل مع بعض لحد برضو ما نطور السيستم بتاعها ان شاء الله. بالنسبة لتحفيز المحطات السبعة يا جماعة، عملنا افطار امبارح في مسجد البدر، مسجد البدر اللي هو عارفين مسجد البدر في سامي الجبل، مسجد البدر اللي هو جنب بيتي على طول ده، اللي عارف مسجد البدر يرفع ايده كده. طب كويس، يعني المعظم عارف مسجد البدر كويس. جنب مسجد البدر في حاجة اسمها دار البيان، عارفينها دار البيان لإخراج معلم القرآن. التحفيز اتنقل من مسجد الصديق لدار البيان. التحفيز اتنقل ليه؟ اول حاجة دار البيان دار بيشرف عليها اكبر شيوخ القراءات في المنصورة، فانت كده هتبقى في فرصة تعليمية اعلى. من ضمن الحاجات الاساسية برضو ان في ناس كتير كان الموضوع بالنسبة لهم المسافة بعيدة فعلا، يعني كان في يعني ممكن حوالي 200 واحد المسافة بعيدة عليهم او المسافة كبيرة تقريبا، يعني تقريبا. فاحنا قلنا نجيب يعني مكان يكون اهدى شوية او في وسط البلد شوية، بدل ما تدي للتاكسي 7 جنيه تدي له 5 جنيه بس. خلاص يا اخوانا. الحاجة التالتة عشان التحفيز يبقى تحت عينينا، عشان اللي يتفلت من التحفيز نعرف تفلت ليه. يعني ان شاء الله باذن الله لو انت كنت في التحفيز وسبته، يعني ان شاء الله احتمال تلاقيني جايب عربية اخدك من البيت اوديك غصب عنك. مباحث امن الدعوة ما بنهزرش. احنا بنهزر. اصل يا اخوانا العمل اللي احنا بنعمله ده قائم على تقدير قيمة الرجل. انا مقدر قيمتك، وكل واحد شغال في الدرس ده مقدر قيمتك. لو انت مش مقدر قيمة نفسك احنا هنثبت لك ان انت عندنا اغلى مما تتخيل. والله احنا نثبت لك. انا احيانا يعني ممكن الف على بيت اخ او بيت بعض الاخوة قبل الفجر عشان انزله قوم الليل. ما هو مش رخيص، ما هو ده ممكن بكرة يبقى راجل ينصر دين الله في الارض. فلو هو مش عارف قيمة نفسه لازم اللي قدامه يعرفه قيمته. ولو انت هتستهين في مصلحتك انا مش هستهين في مصلحتك، لو انت هتستهتر في مصلحتك انا مش هستهتر في مصلحتك. انا بعتبر بعض من كانوا يوجهوني وانا طالب، وانا لسه طالب في الكلية، انا بعتبر ان انا يعني جوه صدري زعل منهم لا اشكو الا الى الله. لان لما كنت انا بتأخر عن بعض ابواب الخير، لان الواحد كان ساعات بيمشي بدماغه وهو طالب، لما كنت بتأخر هو كان عارف مصلحتي، هو ما اكبرنيش ليه، هو ما وقفش واصر واكبرني على هذا الباب من ابواب الخير ليه. يبقى اذا انا مش هعمل معاك اللي اتعمل معايا وانا طالب. وانا طالب بعض من كانوا يوجهوني لما كان يشوفني بعمل حاجة وشايف انها مش صح او ممكن تأخرني او مش هي الاصوب دلوقتي، كان يقول لي خلاص على راحتك انت حر. انما انا مش هقولك على راحتك. اللي مش هيحفظ قرآن مش هيوصل يا جماعة. يا اخوانا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو وضع المصحف في اهاب ثم القي في النار ما احترق. القلب اللي مليان بالقرآن يحرمه الله على النار. يبقى لو انت عايز تحرم على النار احفظ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. اذا كان اصعب فتنة في تاريخ البشرية وفتنة الدجال حفظ 10 آيات ينجي منها، يبقى ايه الفتنة اللي بعد كده حفظ القرآن ما ينجيش منها؟ يبقى انت لازم تفهم ان النبي هو بيدفن الصحابة في غزوة احد كان بيدفن 2 2 في القبر الواحد، كان بيقولهم ايهما اكثر اخذا للقرآن؟ مين اللي حافظ قرآن اكتر؟ يعني اللي حافظ قرآن اكتر النبي كان بيخليه ام الصلاة، النبي كان بيقدمه في القبر يعني يقدم في عالم البرزخ، ويوم القيامة يتوج بتاج الوقار قبل ان يتوج الناس في الجنة، ويوم القيامة يكسى حلة الكرامة قبل ان يكساها الناس في الجنة، ويوم القيامة يقول القرآن يا رب زده يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه من ارض القيامة قبل ان يرضى الله عن الناس ويحل عليهم رضوانه في الجنة. يعني حافظ القرآن ده كل آية بتحفظها بدرجة في الجنة. يبقى اذا دي مصلحتك، ما تضيعش مصلحتك، ما تضيعش مستقبلك. مفيش حد على وجه الارض حافظ الانجيل ولا حافظ التوراة. كتاب الوحيد اللي ملايين الاطفال حافظينه على وجه الارض هو القرآن. اكتر كتاب محفوظ في الصدور على وجه الارض هو القرآن. ده مفخرة بتاعتنا، مفخرة. العلماء قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. قال لك ده الذي لم يحفظ شيء من القرآن، قال لك ده خرابة.
هيخرج منه عمار لدين الله ازاي وهو خرابة؟ عشان كده يا اخواني ان شاء الله باذن الله حفظ القرآن ده حاجة اساسية. النهاردة ان شاء الله باذن الله الاستمارات موجودة يا باشمهندس، استمارات المحطات السبعة موجودة ان شاء الله باذن الله. التحفيظ زي ما بقول لكم اتنقل عشان يعني ايه بتيسير ربنا، عشان يبقى تحت عينيا وتحت عينين الفريق الاداري للدرس وللتحفيظ، عشان التحفيظ يبقى تحت عينينا. اتنقل لدار البيان اللي هي تحت بيتي على طول، اللي هي جنب مسجد البدر مباشرة باذن الله، بحيث ان يبقى فيه تواصل مستمر. عملنا المرة اللي في امبارح افطار بداية للتحفيظ، وان شاء الله باذن الله لسه في رحلة هتتعمل بقى للتحفيظ باذن الله ان شاء الله في خلال ايام برضو، وهيبقى في اعمال ايمانية مصاحبة للتحفيظ، بحيث ان التحفيظ يبقى مؤسسة تربوية مش تحفيظ قرآن بس. التحفيظ محدش له حجة فيه، المحفظ قاعد من الساعة 1 الظهر للعشاء، يعني انت فاضل الظهر تعالى، فاضل العصر تعالى، 6 ايام في الاسبوع بهذا المنظر. يعني القضية يا اخوانا في غاية الترتيب بفضل ومنة الله. التحفيظ هيبدأ من اول بكرة السبت ان شاء الله، هيبدأ الشغل فيه في دار البيان ان شاء الله باذن الله. باشمهندس احمد سلطان هنا من الادارة هو بتاعت التحفيظ، الاستمارات موجودة، هيمر واحد على الورش عشان اللي معاه اللي عايز استمارة ياخدها، اللي خد استمارة وقدم وعايز يقدم تاني يكتب اسمه بس واحنا عندنا الملف بتاعه، وانما اللي لسه هيقدم لاول مرة يكتب بياناته. اللي هيمشي ومش هيقعد في الورش وعايز يجي التحفيظ برضو باذن الله سبحانه وتعالى الاستمارات هتبقى موجودة، قبل ما يخرج من المسجد ياخد استمارة ويملاها باذن الله سبحانه وتعالى. خلاص يا اخوانا، مين عايز يحفظ قرآن يرفع ايده. بقول لكم ايه، انتوا كده هتطمعوني فيكم، كل دول هيجوا المحطات السبعة، ده احنا كده ان شاء الله باذن الله هناكل بقلاوه يوم القيامه ان شاء الله باذن الله. خلاص ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم. يعني هو ده الحاجات اللي قطعت الدرس عند الاذان عشانها، وهنكمل المره الجايه ان شاء الله. اسم الله البر وبر الله سبحانه وتعالى، ونعيش مع بحار بر الله اللي احنا غارقين فيها باذن الله، ونكمل المعاني الرائعه لاسم الله البر، ونعيش مع بر الله ومع ثمار معرفه الله ومع عضيه الاسماء الحسنى العظيمه باذن الله. اتكلمنا عن الورش ما تنسوهاش، اتكلمنا عن تحفيظ المحطات السبعه، اتكلمنا عن الورش النسائيه والتحفيظ النسائي ان شاء الله. في الورش النسائيه بقى يبدا اخواتنا يشكلوا على التحفيظ النسائي من النهارده، ورش النت زي ما هي. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، ربنا يجوزكم ان شاء الله جميعا باذن الله. يعني نسال الله ان يزوجكم من الحور الطين، فان لم يعني فان قدر عليكم ارزقكم من الحور الطين، فنسال الله ان يوسع ارزقكم من الحور العين، ونسال الله ان يرزق اخواتنا يعني تحت ان شاء الله باذن الله كل خير يا رب، واللي مش متجوزه يجوزها، واللي اتجوزت وما خلفتش ربنا يرزقها الذريه، واللي اتجوزت وخلفت ربنا يهدي لها جوزها ورب لها عيالها، وهنا هنيالك فعل الخير والثواب. ونرفع ايدينا وندعي ربنا قبل ان نفترق ان شاء الله. اللهم يا بر يا رحيم، اللهم يا بر يا رحيم، اللهم يا من غمرت ببرك خلقك يا رب العالمين، اللهم يا من غمرتنا ببرك وكرمك وجودك يا بر يا رحيم، اللهم نجنا من عذاب السموم يا بر يا رحيم، قنا عذاب السموم يا بر يا رحيم، فقراء إليك يا ربنا، مساكين بين يديك يا ربنا، أحوج ما نكون إليك يا ربنا، يا رب يا بر يا بر يا بر، اللهم إنا في فضلك طامعون، اللهم إنا في هداك طامعون، اللهم إنا إليك راغبون، يا أملنا الوحيد ويا ركننا الشديد، يا خير الرازقين، يا خير المنزلين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك في بداية هذا العام أن تفتح علينا فتحا مبينا يا رب، اللهم افتح علينا هذا العام في العلم والفهم والإيمان، اللهم افتح علينا هذا العام في العلم والفهم والإيمان، اللهم استعملنا هذا العام لنصرة دينك في الأرض، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا على ما يرضيك عنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم إنا ما اجتمعنا إلا ابتغاء مرضاتك،
اللهم إنا ما اجتمعنا إلا ابتغاء رضاك وهداك. اللهم احفظنا، اللهم احفظ ركبنا، اللهم اتمم علينا نعمتك يا رب العالمين يا بر يا رحيم. تولى امرنا يا بر يا رحيم، افتح علينا وانصرنا واهدنا وسددنا يا رب. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا يا رب. اللهم انك تعلم اننا نتمنى اننا لشرف القيام بين يديك، اللهم شرفنا جميعا بالقيام بين يديك، اللهم شرفنا بالصيام يا رب. اللهم ادم علينا نعمة الصيام والقيام، ونعمة جلسات الضحى، ونعمة تكبيرة الاحرام وتلبية النداء فور سماعه. اهد قلوبنا يا رب، من علينا بما مننت به على عبادك الصالحين، املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب السابقين المقربين يا رب. يا املنا الوحيد يا رب، اهدنا ويسر الهدى الينا يا رب، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. ان شاء الله يا اخواني المصاحف، المصاحف ان شاء الله دهيت هتتوزع من خلال الورش، عشان بس ما ناخدش وقت ان شاء الله. يعني كل قائد ورشة هياخد مصحفين كده ان شاء الله، ويديهم بالتمن بقى لله يختم ختمة ان شاء الله. وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وتوبك. وكتيب الدعاء ده طبعا كنز من الكنوز، يعني ربنا ينفعنا بيه يا رب ان شاء الله.